سمعنا انت من اثناء التحريف على البحيرات اللي هاليوم واحنا جاي نشيل المضخات اللي موجوده على المصدر الاروائي. خابر السيد المدير قال انا تعرضت التهديد، ترجعين من تكملين شغلك تحركين شكوى جزائيه. واريد كل جهه قيادة، سواء قيادة عمليات البصرة، مديرية الأمن، جهة حكومية، لأن هم الجهات هاي اللي جاي تسندني واللي هم دائما متواصلين وياي على مود إنه إحنا نرفع كل التجاوزات على المياه حتى نحافظ على مياه العراق. والشخص مالته الرقم قال لي إذا توصلين هاليوم البحيرات الأسماك هسه اعتبري أنت ومهندسة سالي بيوتكم متفجرة. لهذا السبب أنا اتصلت بالسيد الوزير، بلغت دائرتي، ودائرتي قالت إنه شنو أكو موجود منك، تطلبين القنوات وتحضر للقنوات، راح تساعدك وتفضحين كل اللي جاي يصير. جاي نتعرض للكتل، نتعرض للتهديد، نتعرض لكل شغلة، المهم نريد نحافظ على الماي. إحنا نريد نحافظ على هذا الشيء، بس إنه يجي هذه الجهة أنا أطلب، أنا ما أعرف هذا الشخص ولا أعرف شيء. أيضاً إنه أنا لا أنتمي الحزب ولا هذا، أنا اللي أحارب به هو القانون. جاي هسه إحنا كشعب كلتنا ندور إصلاح ونريد نحارب كل الفساد، أنا جاي أحارب هذا الفساد اللي موجود، وهذا الإصلاح بموجب قانوني، لا أنتمي الحزب ولا أي جهة حزبية. هذا الإنسان لازم يتعاقب حتى يكون رادع لكل واحد. ترى أكو تجاوزات بعد ببحيرات الأسماك متخذة أنا بها إجراءات قانونية بقضاء الهارثة، وعندي يعني خطة أنه أنا أرفع كل تجاوزات بحيرات الأسماك ضمن البصرة. ما صحيح مو بهذا الحجم، بس المهم انه ايا كانت صغيره او كبيره احنا راح نستمر انه احنا نحارب ونفتح ونشيل كل بحيرات اسماك موجوده بالبصره.